ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد وفيديو النهارده لمفضلاتي في الشهرين اللي فاتوا، ممكن كمان نقعد ندردش مع بعض شويه بما ان الفيديو ده هينزل يوم الوقفه ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، فقلت انه يكون فيديو لذيذ كده وخفيف عشان بعد العيد بقى نرجع للمواضيع التقيله تاني. فهم كام حاجه بس يعني مش اصبحوا من مفضلاتي، بس يعني الحاجات دي اعتقد ان كل ما تخلص هرجع اكررها تاني، وقلت فرصه كمان ان انا اقول لكم عليها عشان لو حابين تجربوا حاجه تجيبوا حاجه. في حاجات هتكلم عنها بالتفصيل وفي حاجات مش هينفع بصراحه ان نتكلم عنها دلوقتي خالص. انا هقول لكم بس ان هي فيفرتس، بس لما يجي وقتها في الحته بتاعتها هكلمكم عنها بالتفصيل، لان فعلا لو اتكلمت عنها في وسط الحاجات دي هبقى بظلمها. هي محتاجه كده تكتيك ايه تكنيك واحنا بنتعامل معاها. البتاع ده عمال يزيق تزيق، اكيد طالع اصوات غريبه ولا ايه. طيب اول فيفرت هو الباي ترو، ده محلول لينسز. كنت كلمتكم قبل كده عن الاوبتي فري، ان انا حبيته جدا وانه ما كانش بيخلي عيني تحرقني اول ما احط اي لينسز قبليه. ده زيه بالظبط، ما بيخليش عيني تحرقني خالص، خفيف جدا على العين ويعني مريح، مش من الحاجات اللي هي اول ما تحطي اللينسز لازم عينك تحرقك حبه كده عقبال ما تهدى في عينيكي، لا ده خالص. ده بيهدي العين وبيهدي اللينسز على عينيكي يعني، فمش بتحسي بحرقان. فاعتقد ان انا ضميته الفيفوريتس، واعتقد ان هو سعره زي اوبتي فري، فانا ممكن ابدل ما بينهم يعني، وانس ان ده يخلص اجيب اوبتي فري مره وبعد كده ارجع لده تاني. المنتج التاني اوبس يلا مش مهم مش هنزل اجيبها اكيد. المنتج التاني وهو شفرات فينوس. تخيلوا ان هي اصبحت من مفضلاتي، يبقى في فيديو ازالة الشعر هنقول ايه. بصوا انا بصراحة يعني لولاكو ما كنتش هقدر اجرب حاجة زي كده، بس عشان انا عارفة ان في ناس كتير الحمد لله بتثق في رأيي ومستنيين رأيي ايه افضل طريقة لازالة الشعر من الجسم، ايه افضل طريقة لازالة الشعر من البيكيني اريا والاندر ارم، زي ما اتكلمنا كده بالتفصيل في الفيديو اللي عملناه عن ازالة الشعر من الوش. فكان لازم اجرب الشفرات دي عشان اقول لكم يعني اقدر احكم عليها واقول لكم تجربتي معاها واقدر انقل لكم يعني الخبره دي، فانتوا بناء عليها هتجربوا او مش هتجربوا او عامه هعرف اكون الصوره كامله، لان طول ما انا ما جربتش حاجه انا مش هعرف اتكلم عنها يعني. انا ما عنديش مبدا الحاجه دي مرفوضه كده خلاص، لا اجرب واعرف هي مرفوضه بالنسبه لي دي. فشفرات فينوس انا حبيتها جدا، بس مش هينفع نتكلم عنها دلوقتي خالص يعني، دي وحاجه تانية مش هينفع اكلمكم عنها دلوقتي عشان دي محتاجه نقعد ونرغي ونقول اللي حصل، لانه بالظبط دي اكتر طريقه لقيت مميزاتها زي عيوبها يعني بتساوي، يعني في مميزات وفي عيوب الاتنين بتساوي يعني. عاده لما بتلاقي طريقه انت بتفضليها عشان 1 2 3، دي انا كل ما احط لها ميزه الاقي في المقابل عيب. دي شكل الشفره العاديه بتاعت فينوس جيلت. انا عايزه اقول لكم اصلا اول مره اشتريت الشفرات اشتريت نوع تاني هوريه لكم برده في الفيديو بتاع ازاله الشعر وما استخدمتوش يعني، انا اصلا هديه لجوزي وهقول لكم ما استخدمتوش ليه وليه جبت دي، رغم ان دي 3 4 5 6 اضعاف الشفرات اللي انا جبتها، بس ليها اسبابها برده يعني. فانا اكيد في مره لازم هكلمكم عن تجربتي بالتفصيل معاها، وبعد كده انتوا جربوا بقى واحكموا، او لو حد بقى هيديني نصيحه، لو حد هيديني راي، لان دي اكتر طريقه فعلا حيرتني ما بقتش عارفه. وبعدين انا واحده على مشارف الثلاثينات فمش فارقه معايا لو هي مثلا سببت لي اضرار او حاجه، لكن لو بنت اعتمدت على كلامي وجابتها وبدات تستخدمها من سن صغير وبعدين طلعت الشعر اتقل او اخشن او حصل اي حاجه، انت لسه يا ماما في بدايه عمرك فهتبقى مشكله. فمش عايزه بصراحه اتحمل مسؤوليه ان انا اقول لكم على الشفرات ان هي حلوه، فان شاء الله لما يجي وقتها اقول لكم بالتفصيل ايه مميزاتها وعيوبها. الفيفوريت اللي بعد كده وهو الغسول ده من هيمالايا. الغسول ده اصلا يعني انا ما خدتش بالي وانا بشتريه، انا كنت رايحه ادور على نيوتروجينا بما ان بايوديرما بتاعي خلص، فقلت هجرب غسول تاني او مش هجرب هرجع لنيوتروجينا بما اني بحبه جدا، ما لقيتهوش. فلقيت في وشي اللي هو هيمالايا ده، جبته ما كنتش واخده بالي من ان هو مكتوب عليه للبشره العاديه الجافة، انا بشرتي مختلطه مايله للدهنيه في الصيف، فما خدتش بالي ان هو مكتوب عليه البشره العاديه. انا جبته قشطه ماشي غسول، في حجم اصغر من كده وفي حجم اكبر، انا عاده بجيب الاصغر ولو الحاجه عجبتني برجع اجيب منها الكبير، ما اعرفش ليه جبت من ده الوسط وانا مبسوطه اني جبت من ده الوسط. يخرب بيت ريحته مجرم، ريحته اجرام، ريحته تفكرني بايه؟
كان عندنا حاجة زمان بنستخدمها، عارفين انتوا ريحة الخيار والنعناع؟ معرفش هو ريحته شبه حاجة كنا بنحطها واحنا صغيرين، يعني جيل التسعينات ده ممكن اي حد يشتريه بليز، ولو لا اي حاجة ريحتها عاملة زيه كده، هو والشفرات دي ريحتهم تجنن. انا عايزة اي برفان، اي بادي سبلاش، اي حاجة تبقى فيها ريحتهم، لان الاتنين وانس ان انت بتستخدميهم خلاص الريحة بتروح، ودي حاجة مأزماني قوي. يعني الاتنين عاجبني ريحتهم جدا، لدرجة ان انا عايزة ادور على اي حاجة في الوجود فيها الريحة دي عشان احطها او حاجة. مش عارفة انا بقول ايه، بس لو حد فاهمني او يقدر يساعدني في الموضوع ده يعني يا ريت. المهم نرجع لمرجعنا، نرجع لغسول التحفة ده. اولا بينظف البشره جدا، ثانيا ما ضايقنيش ان هو مثلا البشره العاديه الجافه هيدهن لي وشي او حاجه خالص، بينظف من غير ما يسيب اي دهون على البشره. ريحته مش هتكلم عنها عشان دي ممكن اقعد اشم فيه كده نص ساعه والفيديو يخلص وانا لسه عماله اشم فيه. وانا ليا تكنيك شويه في اي غسول انا بستخدمه، اني بسيبه على بشرتي حبه، يعني دقيقه دقيقتين، بفضل يدوب بس برطب وشي كده بالميه، يدوب يعني بيتبل حاجه بسيطه، وبعدين بحط الغسول بتاعي وبفضل ادعك ادعك في وشي بحركات كده دائريه سريعه. ده بينظف الوش احسن بمراحل من ان انت تحطي الغسول على ايدك وتغسلي وشك بيه بسرعه وتشطفيه. كنت عايزه اسيب النصيحه دي لفيديو هعمله لكم ان شاء الله قريب، عن شويه نصايح كده وتريكات في العنايه بالبشره، بس يعني قلت ما اقولها لكم المره دي، يعني بما ان الغسول ده عجبني جدا، هو مكتوب عليه ان هو مسترايزنج الوفيرا فيس ووش، غسول الصبار المرطب للوجه. هو مش بيرطب، هو بينظف ومش بينشف البشره فعلا، يعني مش بينشفها خالص. فانا عاجبني وان شاء الله هرجع اشتري تاني، اشتري بقى منه الحجم الكبير. وانا اكتر حاجة بحبها يمكن في الغسول ان هو يكون بينظف وان هو يكون بيتشال من على الوش بسرعة، لان في غسول فعلا متعب في ان انت تشيليه من على بشرتك، فده مش كده. فعجبني جدا جدا جدا. اللي يلاقي ريحته في اي حاجة، اللي يقدر يتوصل لريحته دي ايه، يعرفني، عشان بجد بجد ريحته وهمية. بقعد اغسل وشي وانا فرحانه فرحانه، بس مجرد ما بشوفه خلاص الريحه بتروح. طيب معانا اخر حاجتين، الحاجه الاولى وهو البرفان ده. انا ما وريتكمش الغسول من قريب، ده الغسول اهو، انا كنت جايباه من كارفور، كان سعره حوالي 39 جنيه. انتوا هتلاقوه في اي صيدليه كبيره، هتلاقوه في كارفور، هتلاقوه في اي سوبر ماركت كبير. هو مشهور قوي اصلا، والناس كتير جربت حاجات كتير من هيمالايا او هيمالايا، بس ده اول حاجه اجربها من المركزي، ويعني جود جوب والله حلوة قوي. الفيفوريت اللي بعد كده وهو برفان فظيع فظيع. ايه ده، ايه الحلاوة دي؟ بص، هو ولا ريحة كلاسيك ولا هو ريحة شجري. بص هو ريحته غريبة، انا عادة بحب البرفانات الهادية والثابتة، ده ريحته عارفين ايه؟ ريحته مززه كده، ريحته غريبه مززه، مش ريحه مالوفه. المهم ان انا المقياس عندي ازال الصلاه. برش ارش ارش، ارجع الصلاه اللي بعديها افضل ارش ارش ارش، بتبقى ريحته خفيفه قوي. فدي يمكن الحاجه الوحيده اللي مش حباها فيه ان هو مش ثابت قوي، بس انا حطيته في مره وعديت كده من قدام وليد، راح بيقول لي انت البرفان اللي حطيته ده قوي قوي. هو فعلا قوي كريحه، يعني هو ريحته من الروائح القويه بس مش النفاذة. فاستغربت اصلا ان هو شمه، لان انا بقعد ارش ارش وانا مش شامه ريحه نفسي. عارفه لما تكوني رشه برفان بس انت مش شماكي، بس ممكن اللي حواليكي يكونوا واخدين بالهم؟ هو ده كده، يعني لقيت اللي حواليا واخدين بالهم من ريحته، اللي هو وليد، اللي حواليا اللي هو وليد، لان انا برش في البيت بس وانا مش شامه ريحته خالص. فدي حاجه مش عاجباني، بس انا عاجباني المزازه اللي فيه دي، ريحه غريبه غريبه، مش ريحه مالوفه خالص. وكان عندي حاجه زيه زمان، كانت صاحبتي عامله لي تركيب او حاجه كده، فدي يمكن اكتر حاجه عجبتني فيه. اعتقد ان انا كلمتكم عنه قبل كده اول ما جبته، بس ما قلتش ان هو من الفيفوريتس. اي ثينك يعني انضموا للفيفوريتس اللي هو البرفان ده، وكان سعره حوالي 250 جنيه يعني. بس هو مش ثابت، مش ثابت خالص، مش شم ريحته، يعني ريحته هاديه وفي نفس الوقت قويه. مش عارفه اوصلها لكم ازاي والله، بس يعني انا حبيته. الكميه دي كده خلصت معايا في خلال اسبوع، يعني شوفوا انا برش منه كتير قد ايه. مش من حلاوته، هو من حلاوته تمام، حباه وكل حاجه، بس عشان مش حاسه بريحته بس مش اكتر. اخر فيفوريت وهي البودره دي، البودره دي انا لفيت عليها لفه عشان الاقيها،
كنتش لاقيها خالص، ولا في اي سوبر ماركت ولا في اي صيدليه. كل لما اسال حد يقول لي مش موجوده. جبتها يدوب من يومين، وجاي النهارده اصور فيديو للفيفوريتس بقول لكم ان دي من المفضلات. فتخيلوا هي عملت فيا ايه اليومين اللي فاتوا. مش ممكن، بس انا حقيقي بجد مش هينفع اتكلم عنها دلوقتي، عشان هعمل لكم فيديو ان شاء الله قريب جدا، عشان احنا في الصيف ازاي تكون ريحتك حلوه على طول من غير تلبيك وتلزيق. الناس اللي عندها اماكن في جسمها ريحتها بتغير، غير مثلا الاماكن اللي ممكن نستخدم فيها اي ديودرنت عادي، فالبودره دي هي الحل بجد، اختراع. والاتنين ريحتهم احلى من بعض يعني، بس يمكن دي، يمكن الصغيره اللي هي بريحه الورد البينك دي، دي ريحتها اقوى شويه. مش اقوى، هما الاثنين ما بيثبتوش، بس وانس ان انت تتحركي وكده وتعرقي وبتاع هتلاقي الريحه ظهرت شويه. بس الموضوع طويل طويل، فمش هينفع المه دلوقتي. بس دي ريحتها اقوى، ويمكن شويه ثابته اكتر من اللي هي بريحه الورد الاحمر دي. انا اصلا اول ما لقيتها اديني اتنين كده بقى، وكنت عايزه اجيب تاني، بس عشان كان اول مره اجربها فما رضيتش اجازف قوي. بس يا ريتني كنت اخدت الكميه كلها بصراحه، يعني يخرب بيتها بجد تجنن. ده شكلها اهو، عشان لو لقيتوها هاتوها وبعد كده هقول لكم هنعمل بيها ايه، بس انتوا هاتوها يعني مؤقتا. بس عشان انا لفيت عليها كتير جدا بجد الفتره اللي فاتت، كانت مختفيه من الكون، ما كنتش لاقي اي بودره تلج غير بودره جونسون، وانا اوريدي عندي جونسون. ما كنتش عايزاها هنا، كنت عايزه حاجه معطره شويه. البودره دي مجرمه ملهاش حل، وتقعد فتره يعني، كل دي تقيله اصلا. بس انا يعني جبتها كنت خايفه تخلص من الوجود، ويعني كنت ما صدقت لقيتها، فقلت له شممني كده، شميت دي وشميت دي، الاثنين حلوين، طب اعمل ايه واروح فين؟ رحت اخدت الاثنين يعني، والحمد لله انا ما ندمتش ان انا اخدته. بس دي بقى خليني اكلمكم عنها ان شاء الله في الفيديو اللي هو الروتين الجديد، ازاي نخلي ريحتنا حلوه في الصيف، يعني عشان انا اتبعت اسلوب جديد، فلازم طبعا اقول لكم على الحاجه اللي انا بعملها جديده عشان نعملها كلنا سوا. بس مش عارفه والله، ممكن اقعد من هنا للصبح اقول لكم على جمال ريحتها. المهم ساعه ما اشتريتها مكتوب عليها 44 جنيه، والكبيرة ب62. حلو يا بشر، حلو يا بشر. المهم اداني الريسيت. انا مش من النوع اللي ابص ولا في ريسيت ولا بعد الفلوس ورا اي حد، ولا سايباها كده. المهم لقيت بقى ايه، دي مكتوبة 62 في الريسيت، ودي مكتوبة 53، وكنت ركبت خلاص ومشيت. 9 جنيه فرق، 9 جنيه ليه؟ دي ب44 جنيه بس، اللي هي الصغيرة دي. معرفش نطت في الريسيت بقت 53، بس هروح له، انا هروح له اصلا عشان عايز اجيب تاني. لو عايزين ممكن اقول لكم الصيدليه اللي انا لقيتها فيها، واقول لكم عشان الناس اللي من اكتوبر جيراني تروحوا على الصيدليه. لا بصوا، انا هجيبها الاول بعد كده اقول لكم تلاقوها فين، عشان ايه ما اروحش الاقيها خلصت ولا اقول لكم حرام. هي موجوده في الصيدليه اللي جنب روستو على طول، اللي في الحصري. قولوا لي لو جربتوا اي حاجه من الحاجات دي، او ناويين تجربوا، او لو تعرفوا حاجه احسن. حاجات دي انا حبيتها جدا، واعتقد ان انا هرجع. ايه ده، هو انا كلمتكم عن ده؟ تقريبا ما كلمتكمش على البادي لوشن ده. ده مهم جدا، ده البادي لوشن ده من ايفروشي، كان نازل عليه سيل. ده انا جبته ب104، بس هو سعره اغلى من كده يعني. جبت السايز الصغير، في منه سايز اكبر، ويا ريتني كنت جبت الاكبر، كان 160 يعني، الفرق بينهم ما كانش كبير للدرجه، بس عشان حاجه هجربها لاول مره فقلت اجيب الصغير. مقرف، بصوا انا بكره الباكج اللي افضل ادوس كده، ما فيهاش اعصاب اصلا اقعد ادوس واعمل كده، فضايقني جدا. التاني بقى كان ببامب كده، فاللي هو سهل. بس كلوشن، كريحه، كترطيب، وكحاجة الجلد بيتشربها من غير ما يسيب تلزيق، فظيع. وكان في منه شوية روايح تانية تجنن، بس انا معرفش يعني جبت داري، بس قلت اما اجربه خلاص، بما ان برضو كانت دي اول تجربة ليا مع ايفروشي. اهو ده شكله، قوامه شوية خفيف، فهتلاقوه خلص معي على طول يعني، لسه جايبيه برضو ما كملتش اسبوع وخلص. بس مش مهم يعني، هو حلو ويستاهل بصراحه. برضو دي كانت كل حاجه الفيديو النهارده، ودي كانت الفيفوريتس بتاعتي الشهرين اللي فاتوا. قولوا لي لو حد جرب منها حاجه، ولو ناويين تجربوا هتجربوا ايه، وليه كمان هتعملوا ايه في العيد، هتخرجوا فين، هتسافروا، هتقعدوا في البيت تتفرجوا على اي حاجه. قولوا لي يعني خطتكم المستقبليه لاجازه العيد.
بشكركم جدا جدا، وكل سنة وانتم طيبين. اشوفكم الفيديو الجاي على خير.